يسطر النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال تاريخا جديدا عندما يخوض المواجهة الأولى أمام كامبالا سيتي في مشواره القاري. للمفارقة، المواجهة تأخرت بين الفريقين لمدة 40 عام، حيث كان من المقرر أن يلتقي الفريقان في نسخة عام 1978، إلا أن الأهلي اعتذر حينها عن المشاركة في المسابقة. الزيارة ليست الأولى لنادي القرن في إفريقيا لدولة أوغندا، فقد سبق وأن التقى بفرق من أوغندا في العديد من المناسبات. المواجهة الأولى أمام نايل برويرز في دور 16 لأبطال الدوري 81، المواجهة الثانية كانت في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وكانت أمام فريق إكسبريس في دور 32 في نسخة عام 1986.